السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا هنا سنقوم بعمل ديزيبل لهذا الانبوت، مثلما فعلنا هنا مع الفول نيم. طبعا هذا هو آخر فيديو من هذه الدورة بخصوص السوبابيز. أكيد سنعمل إن شاء الله دورات مقبلة بخصوص السوبابيز، لأنني من المهتمين جدا بالسوبابيز، وأيضا نحن لم نتطرق بعد لكل ميزات السوبابيز، فما زال العديد الأشياء، وهذا طبعا يظهر مع وعلى حسب الأفكار التي نريد أن نقوم بتسويتها. فالسوبابيز يعني فعليا أنا استخدمتها في المنصة التعليمية الخاصة بي، وفي المنصة كانت هناك يعني عديد الأفكار، فبالتالي يعني استكشفت عديد الأشياء والميزات الموجودة في السوبابيز. فالسوبابيز يعني لديها فعليا أشياء رهيبة جدا، ليست فقط هاي الأشياء البسيطة. فمثالنا يعني كان بسيط جدا، فقط كمقدمة لي السوبابيز هنا على الشانل. إذا نأتي هنا على الإيميل أدرس، نأتي هنا على الإنبوت، وطبعا أيضا سنحتاج أن نقوم بعمل is disabled أو نعمل copy مباشرة. إذا نأتي على الفول نيم، لدينا هنا الإنبوت is disabled، نعود مرة أخرى هنا على الإنبوت، then is won't update email، سيف. الآن كما لاحظ لا نستطيع التعديل إلا إذا قمنا بالضغط هنا على الأبديت. نعمل هنا كانسل. أيضا لاحظ لدينا هنا مشكلة، عندما نقوم بعمل كانسل المفروض نعود إلى القيمة القديمة. أيضا إذا نقوم بحل هذا المشكل سريعا، إذا سنأتي عند عملية الكانسل، ما الذي نريد أن نقوم بعمله؟ أولا نرى أين هي الفانكشن. إذا نأتي الكانسل، إذا سنريد أن نقوم بعمل شيئين. الشيء الأول هو set is won't update email false، وأيضا set email سنعود إلى القيمة القديمة وهي user.email. أوكي، ستكون لدينا قيمة، لا تخف. سيف. مرة أخرى نعمل هنا أبديت، نقوم بالتعديل هنا، نعمل كانسل وعدنا إلى القيمة القديمة. أظن نفس المشكل هنا سيكون لدينا، نعمل كانسل، نلاحظ أيضا لدينا هذا المشكل، طبعا رأيته بالصدفة. إذا نفس الشيء، سنأتي هنا على الكانسل، then set is won't update full name ستكون false، وأيضا set full name. الآن هنا ستكون لدينا المشكلة، إنه ليس لدينا طريقة مباشرة للتعديل على full name. أوكي، هذا يعني يمكن أن يكون كتمرين لكم، يعني ستحتاج أن تقوم بإنشاء function، وهذه function تقوم بعمل update، أو يعني يجب أن تجد طريقة لكيفية حفظ المعلومات. هنا نحن لا نقوم بحفظها، نحن هنا فقط نستخدم هذه function، وهذه function تقوم بجلبهم لنا. فيعني أنت ممكن تعمل state أخرى تقوم بحفظ فيها معلومات البروفايل. إذا سنعمل set، إذا هذا يمكن أن تجعله كتمرين لك، وأيضا ممكن يعني تعمل أفكارك على هذا البروجكت أو على هذا التطبيق البسيط. دائما أو كالعادة رابط هذا الكود سيكون أسفل وصف الفيديو. نلتقي في قادم الدورات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.